صيف مقبل وكارثة جديدة. تحذيرات طبية من كارثة صحية قد تشهدها اليمن الصيف المقبل. تقول تلك التحذيرات إن أمراضا قادمة قد تنتشر في ظل استمرار الحرب وتدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية والنقص المستمر في الأدوية. التحذير الآتي من اتحاد الأطباء العرب أكد أن أمراضاً قابلة للظهور مثل حمى الضنك والملاريا ستكون عبئاً مضافاً على اليمنيين الذين يعيشون معاناة مرضي الكوليرا والدفتيريا. الآن الوضع الصحي صار مركب التعقيد في اليمن نتيجة للضعف، حدث يعني تدمير أشد، وحدث للمنظومة الصحية الحقيقة يعني ربما من أسوأ المنظومات تأثراً. عبد القوي الشميري الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قال لوكالة الأناضول إن الأوضاع في اليمن تتفاقم صحيا وتحتاج لمساعدة عاجلة، مشيرا إلى انعدام الرعاية الصحية المتكاملة خصوصا في الأرياف. الانقلاب على الشرعية بتأكيد الشميري للأناضول عقد الوضع الطبي والصحي، حيث زادت الأمراض بسبب توقف موارد وزارة الصحة وتعطل المقرات الصحية وغياب الكادر الطبي. والكادر اليمني الآن في مواقع خاصة في مناطق التي يصرف عليها الإنقلابيون لا يحصلون على مرتبات ولا على أجور منذ أكثر من سنة. وفق إحصائيات اتحاد الأطباء العرب فإن 18 مليون يمني خارج تغطية الرعاية الصحية الأولية، في الوقت الذي أكدت فيه أرقام وزارة الصحة معاناة أكثر من مليون طفل من سوء التغذية و17 مليون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إغلاق نصف المرافق الصحية. تأتي التخوفات من انتشار أمراض جديدة في ظل ارتفاع عدد الوفيات نتيجة وباء الدفتيريا الذي تسبب وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية بوفاة 72 شخصاً، كما تشير تقديرات أخرى إلى وفاة أكثر من 2200 حالة بسبب الكوليرا. مواجهة الانهيار المستمر في الوضع الصحي باليمن لا يتجاوز التحذيرات منه في ظل استجابة محلية وإقليمية ودولية غير كافية لإيقاف خطر الأمراض المتفشية.